ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو مثير لشخص على دراجة هوائية وهو يقوم بنقل طاجين في يد والشاي والكؤوس في يد الأخرى، وفي نفس الوقت يقود الدراجة الهوائية لتوصيل الأكل لأحد الموظفين بكل رشاقة واحترافية في مشهد طريف. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.